لكن ده أنا يمكن بعرف هيك على مستوى كتير قليل إنه أكيد الأمومة غيرت فيك كتير. يعني بعرف لما بتطلع عليك هيك بشوفها حتى بعيونك بطاقتك بهاد. احكي لي عن هاي الشغلة أكتر. It's very interesting. أنا كتير بحس إن الأمومة بتغير بالست صح؟ يعني صح. وكنت أسمعها من ناس كتير، يعني هي ما لا شيء أنا افتكرته مو شيء خاص فيني، كنت أسمعها من كل الناس يعني. بس مثل كل الـ experiences أو التجارب اللي بتسمعي عنها شيء أو بتعيشيها شيء، هلأ بسمع عنها وبعرف. بس وقت أنا عشتها حسيت أنه كل نظرتي للحياة اختلفت، كل طبعا أولوياتي حتما 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 اختلفت، تغير ترتيبها كلها أكيد. يمكن كنت أنا شخص أكتر بالمصري نقول بيقولوا هلهلي، عشوائي أكتر. صرت أحس أنه لا، أنا ما فيني أخذ الدنيا بهي العشوائية، محتاجة أني أهدأ أكتر، أفكاري تكون واضحة أكتر. أنا ما كنت شخص من الأشخاص اللي بيبلانوا المستقبل أو بيفكروا بالمستقبل، يمكن عمر أحسن مني بهيدا الجزء. صرت أحس أنه لا، أنا لازم أفكر، لأنه حياتك مبنية يعني في شخص معتمد على حياتك هاي وشكلها بالضبط. أنا كنت شخص مثلا صبا ما بيخاف، متهور يعني. طبعا حمل ما انا يعني حافظه الدرس عن غيب بالضبط. لا، مع حياة صرت خاف، وصرت خاف كثير يعني. صرت خاف على حالي، لانه بحس ان انا اذا صار لي اي شيء. انا ما كنت خاف من مرض، انا ما كنت خاف من السرعه بالسياره، ما بخاف من اي شيء. يا الهي، زي كانك عم تحكي بالضبط تجربه. بتعرفي اني انا اول مره بحياتي بخاف بطياره كانت بعد ما خلفت عمار. بالضبط، اول مره بحياتي انه بنقز بقول بالضبط. يعني هلا صار لا، بالنسبة لي هي ما لحياتي لحالي، في شخص محتاجني ومحتاجني جدا يعني، ما لمجرد انه اكيد امي وزوجي ومحتاجك وانت منيحة ومحتاجك وانت قوية ومحتاجك وانت ايجابية وانت